بسم الله نبدأ وبحوله وقوته نستعين. أهلا بكم طلابنا طلاب الصف الثاني الثانوي مع درس جديد من دروس الأدب والشعر الوطني. الشعر الوطني هو واحد من الأشعار المهمة أو الأغراض المهمة اللي موجود في الشعر منذ القديم، يعني من العصر الجاهلي كان في شعر وطني بس ما كانش بيتقال عليه وطني. ليه؟ لأن لو جينا نتكلم كده يا شباب بعيد شوية عن الشعر الوطني، يعني إيه وطن؟ يعني إيه وطن؟ الوطن هو المكان اللي بنتولد ونتربى ونكبر فيه، هو المكان اللي فيه أهلي وفيه أصحابي وفيه أصدقائي، هو المكان اللي فيه عائلتي، هو ده الوطن. آه صح تمام، يبقى بيبدأ الوطن من الأوضة الصغيرة اللي أنا موجود فيها، للبيت للشارع للحي للمدينة للدولة اللي أنا بنتمي ليها. طيب هو أنا ليه أقول شعر وطني؟ هو أنا المفروض أحب الوطن؟ يعني أنا المفروض أحب بلدي أو أحب وطني أو أحب المكان أو أنتمي للمكان اللي أنا فيه؟ حب الوطن فطرة يا شباب، فطرة فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها، يعني بمعنى أن إحنا مفطورين على حب الوطن. يعني إيه؟ يعني طبيعي أن أنت تنتمي للمكان اللي أنت اتولدت وعشت وكبرت فيه، اللي ليك فيه صداقات وليك فيه أهل وليك فيه أصحاب، دي حاجة طبيعية، دي حاجة طبيعية، وإنك تحب وتنتمي إليه دي حاجة طبيعية، زي ما قلت دي أشياء من الفطرة التي الله سبحانه وتعالى خلقنا بها. خلقنا نحب المكان اللي كنا فيه، لو عشت في مكان 3 4 سنين بس وجيت تسيبه هتحس بحنين وحزن على هذا المكان، ماشي كده؟ لا مش هيحصل، بس طب سيبه وابعد عنه هتلاقي نفسك بتحن إليه دايما. واحنا بنتكلم واحنا في وطننا عايزين نسافر وعايزين نروح ونخرج بره عشان خاطر سعيا للرزق الاكتر وما الى ذلك، ومع ذلك اسال اي مغترب هيقول لك والله ما فيش احسن منها، والواحد بيحن ويشتاق اليها، ماشي كده؟ وتلاقيه عايز يرجع بس في سبب ما منعه، ان هو بس عاوز يرجع، دي معنى كده انه بيحن لهذا الوطن، عشان زي ما قلت ده فطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا حب الأوطان أو حب المكان والانتماء للمكان اللي أنا كبرت وتربيت وتولدت فيه، زي كده بالظبط يوم هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حينما وقف على أطراف مكة، وقف على حدود مكة كده وقال والله إني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأنك أحب بلاد الله إلي. فهو مكة وطنه، مكة بلده، مكة المكان اللي بينتمي إليه، فوقف وأعلنها صريحة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب الأماكن إليه، ده دليل على حب الوطن. كمان لما راح المدينة دعا دعوة مهمة جدا، قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. يعني إذن هو كان في الأساس يحب مكة لأنها وطنه، لأنها وطنه. سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم هو صحابي جليل، عاتب الله فيه نبيه في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان رجلا فاقدا للبصر رضي الله عنه وأرضاه. يوم فتح مكة قيل أنه كان يسحب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الشعر في حب مكة: يا حبذا مكة من وادي، بلد بها أهلي وعوادي، بلد بها أمشي بلا هادي. إذن كل هذه الأمور، كل هذه الأمور والمقصورة تدل على أن حب الوطن من الدين، حب الوطن فطرة. فلما يجي الشعراء النهاردة يتغنوا بحب الأوطان والدفاع عنه بشعرهم فهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، شيء نابع من قلوبهم، شيء نابع من نفوسهم. تمام الكلام ده؟ تمام الكلام ده. وعشان كده بقى عندنا غرض مهم من أغراض الشعر هو الشعر الوطني. طيب بيقول لي في البداية بين دور كل من الشعر والشاعر في حياة الشعوب. بيقول لي إن الشعر بيلعب دورا حيويا في تشكيل وجدان الشعوب، ودي حقيقة، الكلمة لها تأثير السحر، عشان كده قيل إن من البيان لسحرة، الكلمة لها تأثير السحر. أيوة أيوة، اللي الشعر بيقوله لي بيدفعني إلى الإيمان بشيء أو رفض شيء، بيدفعني إلى التحمس لشيء أو النفور من شيء، وده كلام الشعراء. وعشان كده هنلاقي ان من المحرك الاساسي للثورات الشعراء، الشعر من المحرك، من المحركات الاساسيه لاي ثوره الشعر. تلاقي كل الثورات بيسبقها اشعار تحث على هذه الثورات وتحث على الخروج على هذا الظلم وعلى هذا المستعمر وتحث على حب الاوطان وما الى ذلك. الشعر هو الاقدر على الاحساس بالام الامه وعذاباتها،
هو الأقدر. أيوه بص يا شباب، قد يكون في غيره بيقرأ المستقبل، يقرأه يعني يتوقعه من خلال أحداث جارية على الأرض، يستنتج ما هو قادم، مش ادعاء معرفة الغيب ولا حاجة، تمام الكلام ده؟ ولكن غير الشاعر ما عندوش القدرة على التعبير بفصاحة وببلاغة عن هذا الاستنتاج، عن هذه القراءة. فالشاعر لديه بقى الميزتين، القدرة اللغوية اللي تخليه يعبر عما بداخله بشكل جيد، زائد ان الشاعر الجيد الشاعر الذكي هو اللي بيبقى عنده قراءة لهذه الأحداث. عشان كده الشاعر بتاعنا بيبقى عنده قدرة على الإحساس بآلام الأمة وعذاباتها، فنلاقيه بيسبق الأحداث الجسام بحسه وبصيرته، بيسبق الأحداث العظيمة الأحداث الكبيرة، ده معنى الأحداث الجسام، ويشكل الموقف الشعوري تجاه الأحداث التي تشهدها الأوطان. شكل الموقف الشعوري، أيوه يا فندم، هو بيوجه إحساسنا تجاه شيء معين من شيء معين. تلاقي وعشان كده قبل الحروب وفي أيام الأزمات تلاقي في حاجة اسمها الأغاني الوطنية. أغاني الوطنية ما هي أصلها شعر وطني، يقوله شاعر فيأخذه مغني فيغني فيؤثر به في حياة وفي نفوس الشعوب، تمام؟ أكم من ثورات، يعني كثيرا من ثورات قامت بسبب قصيدة قالها شاعر، بسبب قصيدة قالها شاعر، تمام الكلام ده؟ في انتفاضات سابقة للأقصى، وكان ما يحدث سابقا في فلسطين كانت أوبريت، قول شاعر يغنى في التلفزيون المصري، يخرج الآلاف من بيوتهم متظاهرين ضد هذا الكيان الصهيوني. شفنا الكلام ده في ثورة 19، زي ما هنعرف دلوقتي في ثورة 1919 سبقها الكثير من الزخم الشعري الوطني، يعني كتير من الشعر الوطني حمس الناس للخروج والثورة على الاستعمار. تلاقي بعض الناس ما تقتنعش، في كتير مننا ناس عاطفيين ماشي كده، فما يقتنعش إلا لما يسمع قصيدة حارة، قصيدة قوية من شاعر يحثه على الثورة وما إلى ذلك. طب إيه أهمية الشعر المصري الوطني؟ خلي بالك بقى، إحنا مش هنتكلم عن الشعر العربي بشكل عام، إحنا هنتكلم عن هنا عن الشعر الوطني المصري بتاعنا. قال لي رقم واحد، إذكاء الثورات إشعال الثورات. إذكاء يعني إشعال، زي ما قلت من شوية كان هو المحرك، الشعر الوطني هو المحرك للثورات، زي ما شفنا في ثورة 19، إلهاب حماس الجماهير للمطالبة بالحرية والحياة الكريمة للأوطان، وخاصة لو كان في مستعمر على الأرض. ثورة 19 كانت ضد الاستعمار الإنجليزي، فعشان كده هنلاقي كتير من الشعراء كلاسيكيين رومانتيكيين أي اتجاه شعري ليهم بيشاركوا في هذا، لأن زي ما قلت هو نابع عن إحساس وشعور حقيقي بحب الوطن، لحب الأوطان. طيب إيه القضايا اللي كان بيتناولها الشعر الوطني؟ قال لي والله أول قضية هي الدعوة إلى التحرر من الاستعمار. في مستعمر على الأرض، فأول حاجة رقم واحد هتلاقيه بيدعو للثورة على هذا المستعمر. شفنا الكلام ده على أيدين شعراء كتير، شعراء كتير. عندي حافظ إبراهيم، عندي محمد عبد المطلب، عندي مصطفى صادق الرافعي، عندي غيره وغيره كتير، تمام الكلام ده. الدفاع عن الأوطان، الدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء بالقول أو بالفعل، بذل النفس من أجل الأوطان، بذل النفس يعني الاستعداد بالتضحية بالنفس من أجل الوطن، إني أموت شهيد فداء لوطني. طب تمام جدا. آخر حاجة قال لي فضح جرائم المستعمر وتهديده. فضح جرائم المستعمر وتهديده زي قول أبو القاسم الشابي وهو شاعر تونسي ماشي كده، بيقول ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. ألا تقل الحس، أيها الظالم، بيخاطب هذا المستعمر الظالم المستبد، أي معناها الظالم أيضا. والمستبد هو المنفرد بالرأي، والمنفرد بالرأي دايما إنسان ظالم لأنه دايما بيغلط، يعني ربنا يسترها. حبيب الظلام عدو الحياة، يحب الظلم
يعادي الحياة. سخرت بأنات شعب ضعيف، تهزأ وتسخر من توجع ذلك الشعب الضعيف نتيجة ما تمارسه عليه من ظلم، وكفك مخضوبة، مخضوبة ملطخة بدمه. والخضب هو الحناء، يحول لون اليد إلى اللون الأحمر لما تحطها في إيدك. فهو هنا بيقول مخضوبة من دماء، يعنيها ملطخة بدمائه. كمان الشاعر في الشعر الوطني من أهم القضايا اللي بيدعو إليها تمجيد البطولات، بطولات الناس اللي بتدافع عن الوطن. وهنلاقي في دفاع كتير مننا عن الأوطان، كتير من الناس عن الأوطان، بتلاقي فيه بطولات بتظهر، معادن حقيقية تظهر للناس في ميادين المعركة، اللي بيفجر نفسه واللي بيشيل قنبلة ويلقيها على العدو مش مهتم إذا كانت دي هتأثر فيه ولا لا. بنشوف دي دايما في الحروب، شفناها في 73 وحرب الاستنزاف، شفناها في ما يحدث في غزة الآن، ماشي كده لكتير من الناس هناك. فدي البطولات دي دايما بتظهر يا أولاد في الأوقات الحالكة، في الأوقات الصعبة، ماشي كده، وبتنم عن معادن الرجال الحقيقيين. فبيجي الشعراء يحكوا الحكايات دي، يتكلموا عنها في شعرهم. تمام الكلام ده؟ قال لي توضيح قيمة الحرية والعدل والمساواة والعمل والبناء من أجل الوطن، لأن دي كلها القيم اللي بتدعو إلى الارتقاء بالوطن. لما ابقى حر هرتقي بوطني، هشتغل بحرية من أجل رفعة وطني. لما أحس بالعدل والمساواة على أرض الوطن، سأفدي هذا الوطن بما بكل ما أملك، بما أملك من مال وولد ونفس وما إلى ذلك. والعمل والبناء من أجل الوطن، لأن هم دول سبيل تقدم ورفعة الوطن ده، فيبقى وطن قوي فمحدش يجي يتحكم فيه مرة تانية. مين أهم وأبرز رواد الشعر الوطني عندنا؟ تقريبا معظم شعراء هذه الفترة، ماشي كده، كان عندي منهم البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومحمد عبد المطلب وأبو القاسم الشابي، ماشي كده. البارودي، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، محمد عبد المطلب من مصر، أبو القاسم الشابي من تونس. في الشعر المعاصر كان عندنا ناظق الملائكة، وهي شاعرة عراقية، بدر شاكر السياب، صلاح عبد الصبور، أمل دنقل، نزار قباني، محمود درويش، فاروق شوشة، محمد إبراهيم أبو سنة، فاروق جويدة، دول من مجمل الوطن العربي، ماشي كده. صلاح عبد الصبور من مصر، أمل دنقل من مصر، نزار قباني سوريا، محمود درويش فلسطين، وما إلى ذلك وما إلى ذلك. فهم مجموعة من الشعراء من مجمل شعراء العالم العربي، لأن العالم العربي عندنا يا شباب هو همومه واحدة، مشاكله واحدة. وقت الاستعمار كان كل الدول تقريبا العربية مستعمرة، كانت مصر والشام اللي هي مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان استعمار إنجليزي، كانت ليبيا استعمار إيطالي، كانت تونس والجزائر والمغرب فرنسي، وما إلى ذلك. فكانت هموم العالم العربي تقريبا واحدة. فكنت تلاقي الشاعر اللي بيتكلم عن قضية هنا هي نفس القضية اللي في الدولة التانية أو في البلد العربية الأخرى. بكده شبابنا نكون تكلمنا أو خلصنا عن الشعر الوطني، أو تناولنا الشعر الوطني، هو درس بسيط. تعالوا برضو كده نحاول مع بعض نتكلم عن بعض الأسئلة اللي عليه، وهنسيب الأسئلة الاختياري ليكم إن شاء الله على المنصة تجاوبوها لنا. طب حلو قوي. بيقول محمود غنيم، بيقول والشعر مرآة النفوس يذيع ما طويت قراراتها على كتمانه. استنتج من خلال البيت دور الشعر في حياة الشعوب. والشعر مرآة النفوس، يبقى ايه دور الشعر في حياة الشعوب؟ هو معبر عن حياة الشعوب، تمام الكلام ده، ومعبر عما تحلم به الشعوب من آمال وأحلام وتطلعات. لسه قايلينها فوق. قال البارودي ولست بعلام الغيوب وإنما أرى بلحاظ الرأي ما هو واقعه. استنتج من خلال البيت دور الشاعر في حياة الشعوب، اللي هو إيه؟ أن الشاعر يسبق بحسه الأحداث الجسام، أن الشاعر بيتطلع إلى المستقبل من خلال الواقع، بيتوقع ما يحدث في المستقبل، وبالتالي بيخبر عنه الناس. يبقى الشاعر بحسه يتطلع أو يستنتج ما يحدث إن شاء الله. قال أبو القاسم الشابي، بيقول ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة،
استنتج من خلال البيت إحدى القضايا التي يعالجها الشعر الوطني اللي هو الثورة على المستعمر. الثورة على المستعمر دي من الموضوعات اللي بيعالجها الشعر الوطني عندنا، تمام الكلام ده، والحس على الثورة ضده، الثورة ضده. قال مصطفى صادق الرافعي: وما يرفع الأوطان إلا رجالها، وهل يترقى الناس إلا بسلمي. استنتج القضية التي يتناولها البيت السابق هو الدعوة إلى الجد والاجتهاد والعمل من أجل رفعة الوطن. وهل يرفع الأوطان إلا رجالها؟ الأوطان ما بتقامش إلا على أكتاف رجالها، مش هينفع نستورد خبراء أجانب من بره يعملوا لنا تقدم يا أولاد. أي واحد جاي خبير أجنبي جاي من بره هو همه الفلوس اللي هياخدها ويؤدي شغله وملوش دعوة. إيه أثر الشغل ده؟ إيه نتيجة الشغل ده؟ لا لا لا، مش هيفرق معاه، مش هيفرق معاه، هو بيشتغل وخلاص، تمام الكلام ده. وهل يترقى الناس إلا بسلمي؟ أن رقي الناس وصعودهم لا يكون يكون عن طريق السلالم. فوكأن أكتاف رجال الوطن هي السلالم، هي السلم الذي يرتقي عليه أو يصعد عليه هذا الوطن. آخر حاجة تعالوا نشوفها مع صالح حواري، بيقول: لنا ذكر مع الماضي مجيد، لنا أمل يجد بنا بعيد. القضية التي يتناولها البيت السابق فتح جرائم المستعمر، الدعوة إلى تحرير الاستعمار، التحرر من الاستعمار، توضيح قيمة العدل والمساواة، تمجيد البطولات. هنا لنا ذكر مع الماضي مجيد، تمجيد البطولات، البطولات الذي قام بها أجدادنا، ولذلك فنحن نسعى للوصول إلى بطولات أخرى. بكده يا شبابنا، لأن الدرس انتوا عارفين معانا صغير جدا، نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة. أتمنى أنه يكون اتلم بسرعة وتفهم، هو حاجة بسيطة قوي. اسمع الفيديو مرة اتنين تلاتة، هتلاقي هو كل الفيديو، مش ما كملناش تلت ساعة فيه، ماشي كده. حل التدريبات، يبقى الشعر الوطني بالنسبة لك إن شاء الله ما فيهوش أي نتيجة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم، أشوفكم إن شاء الله بخير في مرة قادمة. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.